يعد فيها الحوار مفتاح النجاح، شجاعة بناء السلام. تلك هي الشجاعة التي رأيناها مؤخرا بشكل لم يكن متوقعا ومفاجئ في السودان، بفضل قوة الشعب السوداني، بفضل قدرة الجيش والشعب على التحاور، وبفضل عمل الاتحاد الأفريقي في هذه المناسبة مجددا، وبفضل دور إثيوبيا التي أحييها، أحيي بصيرة هذا البلد والتزامه في المنطقة.